المشكله مزيانه، ولكن خصو يعيط للبدر بانون رغم العطاء اللي عنده. وتبارك الله لعيب زوين ومشي مشى الاهلي بين بلاصه في الاول كانوا حاقرينو وبين دابا تشوفي شحال من لاعب تيتعداو عليه ما تيلعبوش بحال حمد الله بغاو شي لاعب وكل لاعب هذيك الخطره كون جاب لنا بيوتا راه شحال من لعابه تيعطيو شي حقرهم تيمشيو يلعبوا مثلا شي واحد تيلعب في الدوري الثاني بحال هكاك وتيلعب شويه مزيان ولكن ما تيدير حتى شي حاجه. هاتي تشوفي عندنا حنا ثلاثه الفراقي في المغرب، عندنا الوداد الرجاء بركان كلهم لعابه مزيانين. هاتي تشوفيها من تجربه لعاب ديال الشان تيديو الالقاب المشكله ديالهم كاين الاداء والبيوتا ما كاينينش. اسيدي ما تلعبش لينا كره سي ماركيز الشبكه بصراحه شحال هما حاقرين شويه المحليين اللعاب المحليين. هاتي تشوفيها هما داو لقب جوج مرات متابعين خاصهم يديروا التفاته للاعبين المحليين شويه عطيهم تما حقهم. هاتي تشوفي راه اللقب اللي كانوا داو شحال هادي في بكري شكون اللي داو لعابه محليين اما راه الاخرين تيخافوا على رجليهم تيخاف لي يتوعد تيخاف عاوتاني تقول علاش دابا تمشي يعطيه في الفرقه ديالو المشكله ما والو علاش ما عايش البانون هو كان عليه خاصو عيط البانون خاصو يدخل ديفونسور زوين خاصو يدخل كيلعب واخا انا وداتي نقول لك بانون كيلعب والما الا خصنا هو يتحمل المسؤوليه ديالو. بالنسبه للتشكيله اللي عيط لها الناخب الوطني وحيد فيها بزاف ديال لي جوور انترناسيونو وفيها تخوا جوور جو بونس لوكو جو بونس انها تشكيله متوازنه وعيط على اللاعبين اللي عندهم اكثر تنافسيه وعندهم اكثر حضور في الانديه ديالهم هو اقصاء بدر بانون علامه استفهام كبيره سيرتو انه تيقدم واحد الاداء جيد رفقه النادي ديالو الاهلي المصري في كاس العصبه الابطال الافريقيه ولكن الناخب الوطني عنده دي زاريير اكسيو عنده سايس جو بونس وعنده نايف اكرد لي دو سون ديغوشي هو بوتيتر يل بريفير ليغوشي على لي دواتشي مي جو بونس ان بدر بانون عنده بلاصتو في اللائحه. كنوجه الرساله للمدرب الناخب الوطني وحيد هاليودزيك انه يعطي فرصه لبعض اللاعبين ديال البطوله ديال الشامبيونا لوكال باسكو ايزون مونتخي واحد الاداء جيد في لا ديغنييغ كوب دي ناسيون شان و ايزون غومبورتي لا كوب جو بونس كو خصو يعطيهم واحد الفرصه اللي غادي يقدموا ان شاء الله اداء جيد. اللائحه اللي غوت عليها المدرب ما لائحه ما والو علاش نقص الدفاع بانو خضرو خاص يكون و بالرجوله خاصو يلعب متولي حيت متولي موهبه خاصه يا تشكيله فيها نقص يعني في الدفاع في ديفونس خاصو ضروري يكون بانون كلموه الا خسرنا الماتش الاول ذنبو على راسو حيت علاش بانون راه مهم ماشي ما مهمش الله يهديه صافي وبغيتو يجدد الفكره ديالو باش يغوت على بانون.